يطلبوا على المقدوس، والحمد لله اجى موسم المقدوس هلا مع توزيع المساعدات الماليه اللي بتوزعنا اياها الانروا. وهلا اليوم عنا يعني مثل العيد، اولادي كثير مبسوطين لانه لهم 5 سنين عم يطلبوا هالاكله وانا ماني حسنانه اني اجيب لهم اياها. المقدوس اكله كثير طيبه، هو عباره عن باذنجان بنسلقه، وبعد ما نسلقه بنملحه وبنصفيه، وثاني يوم بنحشيه عباره عن كمان فليفله وجوز وثوم، وهي الشغلات كلها هي مفيده للجسم، وكثير الاولاد بحبوا هالاكله وانا مشهوره بهالاكله، كثير نحن مبسوطين ان عم نعمل مقدوس.